السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية قتل الزوجة في المنام بتوجيه الكلام القاسي إليها وظلمها، وإذا حلمت أن زوجك يقتلك فهذا يدل على عمل يقوم به في أذية لمشاعرك وربما يهجرك. وقال ابن سيرين: حلم ذبح الزوجة لزوجته دليل على ظلمه لها وطلبه منها أمرا لا تستطيع القيام به. وإذا رأيت زوجتك تقتلك في المنام فهذا يدل على خسارة الشراكة أو زوال الخيرات والنعم. وقال كبار المفسرون المعاصرون: من رأى أنه يطلق الرصاص على زوجته في المنام فإنه يطلقها أو يسلط لسانه عليها، والله أعلم. وقال ابن سيرين أن رؤية خنق الزوجة في المنام دليل على تحملها مسؤوليات وضغوطات تفوق طاقتها، وحلم قتل الزوجة وموتها يدل على فراقها. أما من رأى أنه حاول قتل زوجته ولم تموت في المنام فإنه يعزها بعد فقر وضيق. وإذا حلمت أن طريقتك أو يقتلك فهذا يدل على ضعفك وانكسارك أمامه والتعرض للإساءة منه. ورؤية قتل الزوجة السابقة في المنام دليل على قطع التواصل معها وقطع النفقة عنها. ورؤية الزوج يقتل شخصا في المنام تدل على ارتكابه إثما عظيما. ومن رأى زوجها يقتل شخصا ويدفنه خفية في الحلم فإنه يحبس مال الزكاة. وقال ابن سيرين أن إذا رأيت السيدة المتزوجة أن زوجها يريد قتلها في المنام فهذا يدل على وجود من يشعل الفتنة بينها وبين زوجها. وقال أيضا أن رؤية الزوج يريد قتل زوجته في المنام العزباء دليل على الهم والضيق، ورؤية الزوج يريد قتل زوجته في المنام الحامل دليل على مرورها بوقت عصيب، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.